السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على تفاعلكم مع وسم اسأل تكاتف، وطبعا وردتنا مجموعة أسئلة متخصصة بالبعثات الدراسية وتطوير الشباب العماني. سؤال متعلق باختيار أفضل تخصص دراسي، وأتوقع سؤال على بال كثير من أولياء الأمور والطلاب. من هذه الناحية أتوقع أنه الأفضل إجابة أنه شخص يجب أن يبحث عن تخصص يحبه ويناسب ميوله واستعداداته الشخصية، لأن الإنسان يبدع في المجال الذي يحبه. كذلك لازم نأخذ في عين الاعتبار أن الطالب سيدخل سوق العمل بعد 5 أو 6 سنوات من بدايته للدراسة، ووضعية سوق العمل ستكون مختلفة تماما عما كانت عليه في نقطة دخول الطالب للدراسة أو بدو للدراسة. المهم هو المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء تجربته الدراسية وما بعد ذلك، لأن الشهادة العلمية هي مفتاح لبداية مسار وظيفي، ومهم جدا المهارات اللي يكتسبها الطالب قبل وبعد عملية التوظيف، ولذلك يجب التركيز على التجربة التعلم نفسها وليس على الشهادة بحد ذاتها. في عملية إعادة تأهيل وفي عملية إعادة اكتساب مهارات، وهي اللي تحصل بعد بداية التوظيف، لذلك الشهادة مهمة بس ما بقدر أهمية المهارات اللي يكتسبها الطالب. وردنا سؤال بالنسبة لتطوير التدريس المنزلي ليواكب متطلبات القبول في الجامعات العريقة. سؤال جيد. في رأيي أنه نبدأ بتعزيز الثقة لدى النشأ، تعزيز مهاراتهم بالنسبة للتواصل، بالنسبة للتفكير المنطقي، وبالنسبة للقراءة، وهي واحدة من المهارات الأساسية اللي يحتاج الطلاب أنهم يطوروها بشكل كبير. مهم جدا الاطلاع على الاختبارات التي تستخدمها الجامعات هذه للقبول وتجربتها، ومهم جدا أننا نعي أنه هذا المسألة ستأخذ وقت، ويجب أنه الطالب أنه يتحضر، قد تأخذ سنوات، فيجب أنه التحضير يكون مبكر جدا. هل التقنية الحديثة ستصبح بديل عن البشرية؟ سؤال أظن أنه مطروح بقوة في الشارع الآن، وطبعا في كثير من الخبراء كتبوا وتكلموا في هذا الموضوع. الجنس البشري أظهر مرونة شديدة، مرونة كبيرة في التأقلم مع التغييرات التقنية في الماضي. مرينا بعدة ثورات صناعية ولا زال الإنسان يعمل، لكن الكثير من الخبراء يتحدثوا عن أنه هناك سيكون تغييرات ربما جذرية في طبيعة العمل الذي يقوم به الناس في المستقبل، وأنه رتم التغيير ربما سيكون أسرع بكثير مما كان عليه في الماضي. في رأيي أنه سيبقى هناك دور للإنسان في مجال العمل، ولكن بشكل مختلف، وسيكون التركيز على كيفية الحصول على المعلومة والمعرفة وتطبيقها بشكل صحيح، وليس على اكتساب المعرفة، لأنه الآن كثير من هذه المعارف متوفرة بشكل سهل عن طريق الإنترنت وشبكة المعلومات. ما هي أهم نتائج تجربة برنامج رواد تكاتف بعد السنوات السبعة أو الثمان اللي بدها البرنامج؟ أهم نقطة أن الطلبة العمانيين قادرين على الالتحاق بجامعات عريقة وعلى تقديم أداء جيد في هذه الجامعات. تعلمنا كذلك أن الطلبة العمانيين يميلون إلى التعلم عن طريق التطبيق والممارسة أكثر منه ربما عن طريق القراءة. هذا شيء جيد بحد ذاته، أننا نتعلم كيفية حصول طلبتنا على المعرفة، وأنه مهم جدا تطوير البرامج التطويرية والبيئة المناسبة لإتاحة الفرصة للشاب والشابة أنه يتطور بطريقة صحيحة، وأنه يصل إلى استخدام قدراته وقدراتها الكامنة بشكل جيد. تعزيز اكتساب المهارات مسألة مهمة جدا في رأينا، قد تكون ربما حتى أهم من الاكتساب المعرفي، لأنه المعرفة الآن صارت متوفرة بشكل سهل، والمهم هي المهارات التي يكتسبها الطالب ويقدر أنه يسخرها لتطوير عمل ما في المستقبل. في الخلاصة، هناك كادر عماني موهوب الحمد لله، قادر على أنه يساهم في عملية تطوير البلد في المستقبل بشكل جيد، ونتأمل منهم الكثير ونتأمل منهم الخير الكثير. شكرا جزيلا.